بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا من ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد. مجريات لقاء ريال مدريد مع اتلتيك بيلباو، واحد من اجل احتلال المركز الثاني، نقصد به فريق ريال مدريد. الفارق بينها وبين الاتلتيكو 7 نقاط، والثاني اتلتيك بيلباو الذي يقترب من المشاركه في منافسات دوري اوروبي، الدوري الاوروبي، باحتلال واحد من المراكز السته الاولى. طبعا الكره جايه اليسرى يسال عناصر الاتلتيكو، رائعة من خط الخلف لدفاع فريق ريال مدريد. 22 عاما فقط يلعب مباراته الثانية هذا الموسم مع الريال، وخطأ آخر يصفر حكم المباراة ماريو ميليرو بالرأس مرة ثانية أخرى عن طريق راول غارسيا، والتوزيع والدفاع فارانيكا، أسينسيو، بنزيما، أسينسيو، أسينسيو، بنزيما، وتغطية رائعة مع الجهة اليسرى، ممتازة الكرة، مارسيلو، أسينسيو، أسينسيو، وبين أحضر يلحقها لوكاس، لوكاس فاسكيز، التوزيع رائع والدفاع مارسيلو لأسينسيو، أسينسيو، أرضية ورائعة مارسيلو، رائعة من لوكاس فاسكيز، هي الكرة لمارسيلو، التسديدة راحت بعيد، أو لوكاس فاسكيز لم يتمكن من أمام يوري بيرشيش، ماذا هنالك؟ رائع الكرة هذه من راول غارسيا، بحقال كارفاخال، كارفاخال، والدفاع ولوكاس فاسكيز، ومرة انطلق لوكاس، لوكاس وبنزيما معاه، لوكاس فاسكيز والحقال، اي 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 اي، بعيد الكرة هذه، راحت الحكم المباراة يقول ويليامز من امام فايخو، لا لا لوكاس دخل، لوكاس راح يغطي كورتوا في خطا، نعم استفز، اوه الحكم يقول لك العب، وبعدين رجع وصف كره خطيره، لوكا مودريتش يوصل على كارفاخال، الاولى في المباراه، توني كروس ينفذ الركنيه بالراس والدفاع، مازال يلعب خطيره الكره، يا مارسيلو تردد في تسديد هذه الكره، مارسيلو راحت سلامات على الجهه اليسرى، الكونيين يحط عليه ويليامز، كره صعبه، ويليامز، لا كايلور نافاس يقطع طريقته، يبحث عن المرور، كريم بنزيما، بنزيما يدخل خطيره، بنزيما يوزع كوره، رجع على المباراه، توني كروس يلف الركنيه، القائم الاول مباشره لكاسيميرو، كاسيميرو وتوزيع رائع، بنزيما ثم ركنيه رابعه بعد تدخل من يرايا الفارس، قضيه بعيده تماما بالراس، صعبه وخطيره يا كايلور، اوه يبحث عن لوكا مودريتش، ثلاثه عليه تفوقه، وانطلاقه سريعه لصالح عناصر اتلتيك بيلباو، وخطا يقول حكم المباراة بعد هذا التدخل من كاسيميرو أمام مارسيلو، التوزيعة والتغطية الدفاعية من هنالك اليسرى، أسينسيو، 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 أسينسيو في الاسترجاع، وينطلق البرازيلي، مازال مارسيلو يحاول يمر وفي صراع، والحكم يقول خطأ لصالح على جهة اليمنى، هاي كرة جول، هاي كرة جول، لا صعبة وخطيرة في القائمة الثاني، كاد يلحق علي على الجهة اليسرى في اتجاه راول غارسيا، يلعبها لكوردوبا، وكرة ركنية من هنالك لاتلتيك بيلباو، عالية رائعة بالراس، وبين أحضان كايلور نافاس، الرأسية هنا من قبل راول غارسيا، كريم بنزيما يحاول، بنزيما، لوكاس مازال، لوكاس دخل، ويوري بنشيش، الحكم يقول ركنية رابعة للريال، مونياين، 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 مارسيلو وتروح، راول غارسيا يبحث الكره في العمق، كره خطيره والتوغل، لا لا كوردوبا، دخل كوردوبا، ارضيه ويليامز، رائع فايخو، فاته الكره، كان قرر اللعب في الهجوم، واسينسيو، با 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 جول، اسينسيو وكريم بنزيما وجول، الهدف 19 لكريم بنزيما في الدقيقة الثانية من انطلاقة الشوط الثاني، في الوقت الذي كنت أقول بأن الفريقان قرر فتح اللعب والبحث عن الريال، لوكا مودريتش، أرضية يا كريم، وجول، كاد يأتي الهدف الثاني من لعبة، مازال لوكا يلعب لأسينسيو، لا يا مارسيلو،
الكرة في اتجاه مارسيلو، إيش يحاول يتوغى الكرة خطيرة وصعبة والتوزيع اتجاه اتشيباريا تلعب على الجهة اليسرى تسديدة ولكنها بعيدة من معنى لوكا مودريتش، لوكا مودريتش والخطأ من إينيغو مارتينيز يشير له الحكم المساعد من هنالك تدخل اسينسيو، اسينسيو خلاها لتوني كروس ولولا من هنالك على لوكاس فاسكيز يطلع بنزيما، لوكاس فاسكيز والتغطية الدفاعية الرائعة من هناك ويليامز انطلق كرة سريعة للأتليتي وداني كارت الكرة لعناصر أتليتيك بيلباو ولولا وتروح مباشرة ضربة مرمى يقول حكم المباراة لصالح عناصر أتليتيك قائمة الثاني لوكاس فاسكيز راقبها اطلبها بنزيما بنزيما لا مرت ببضعة سنتيمترات هذه الجهة اليمنى باتجاه لوكاس فاسكيز والكرة العرضية رقم من هنالك عن طريق اللاعب كوردوبا كوردوبا وفاران الخط الأمامي الكرة تلعب في الأمر ويليامز استلمها ما هوش متسلل ويليامز والحكم قال لي لا في وضع التسلل من ويليامز لدفاع فريق ريال مكانيهما بنزيما دخل على الجهة اليسرى بنزيما ما زال في صراع بنزيما الركنية تنفذ عالية بعيدة وسهلة في تيمو لم يتمكن منها وتسترجع منها السينسيو رائع السينسيو في هذه لم يقل شيئا ثم انطلق مرة ثانية وفي خطأ هنا في الباو العنيد وانطلق على الجهة من الليكوي يلحق على الكرة الكرة لم تمر والتغطية من السينسيو الريال ثلاثة على البارسا 13 نقطة كرة بالرأس من هنالك عن المرور والتغطية وما زال عن طريق كوردوبا يبحث عن مونياين كوردوبا على الجهة اليسرى يلحق عليها كوردوبا في العمق ويليامز ولكنها بعيدة الدفاعية من هنالك بنزيما أول لاعب يسجل ستة أهداف متتالية لريال مدريد منذ مودريتش عام 1900 من راؤول غارسيا بحثا عن ويليامز والكرة في التماس ويليامز اتشيباريا دخل وسط اتشيباريا ويليامز ودفاع الريال هاي الكرة من كارفاخال ولوكاس فاسكيز سوف يخو ويليامز يمر ويليامز والتغطية لي سان خوزي وصل علي ويليامز لا تسديدة من راؤول غارسيا قلت عليه منذ حين في 22 مواجهة في مكان راؤول غارسيا الركنية جول برأسيتين كريم بنزيما يقضي على بيلباو ويسجل هدف ثاني من ركنية يا سلام ممنوع التغييرات أثناء الركنيات والكرات الثابتة ها هو الذي حدث بدخول أوناي لوبيز في مكان راؤول غارسيا جاء الجول الثاني من ركنية ليكوي يرجع مجددا لأوناي لوبيز عرضية بعيدة راحت سهلة ضربة ياي كرة كانت صعبة من أوناي لوبيز استلمها ويليامز وتغطية رائعة من فايخو يوصلها وتفوق عليه فاتي الكرة أسينسيو يحاول يمر الحكم خلى اللاعب التغطية الدفاعية جاء أوناي لوبيز رافائيل فاران كرة يحاول يمر إبراهيم مازال دياز مازال الخطيرة الكرة يا إيسكو رائع المدافع بابا رائع ويليامز على الجهة اليمنى يلحق عليها ويليامز ونافاس ومرة ثانية بنزيما وثلاثية تاريخية رائعة يا سلام راسية ولعبة من أروع ما يكون بيمنى كريم بنزيما حطها في الجول 3-0 من خطأ فادح من ياغو إيريرين كريم بنزيما